انقلاب على الأجواء ومنخفض جوي قادم والتفاصيل بالمختصر. بداية وبمشيئة الله، متوقع مع يوم الأربعاء يبدأ تأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هي الدرجة الاعتيادية للمنخفضات، ومقدمة هذا المنخفض راح تكون مع ساعات النهار من يوم الأربعاء على شكل انخفاض واضح على درجات الحرارة، يعني الأجواء راح تكون أبرد بكثير من اليومين اللي إحنا موجودين فيهم. أما فيما يخص فرص الأمطار إن شاء الله، متوقع مع ساعات الليل تبدأ في أقصى المناطق الشمالية من يوم الأربعاء، ولكن بعد منتصف الليل وساعات الفجر من يوم الخميس متوقع أنها توصل هاي الأمطار حتى المناطق الوسطى، وفي ساعات النهار من يوم الخميس راح تستمر هاي الفرص للأمطار إن شاء الله، ولكن ممكن تكون غزيرة أكثر وممكن توصل لبعض المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار من يوم الخميس. راح تستمر هاي الأجواء أيضا حتى يوم الجمعة، ولكن بحدة أقل أو بغزارة أقل إذا بدنا نحكي على فرص الأمطار تحديدا في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى. راح تبدأ الأجواء بالاستقرار بعد ساعات منتصف الليل من يوم الجمعة، وراح تكون هنالك ارتفاعات بسيطة على درجات الحرارة مع يوم السبت في ساعات النهار والأجواء بتستقر. فالمنخفض راح يبدأ مع ساعات الليل من يوم الأربعاء وينتهي مع ساعات الليل من يوم الجمعة إن شاء الله. أخيرا، هذا المنخفض متوقع يكون معه رياح نشطة مثيرة للأتربة تحديدا في المناطق الصحراوية، لهيك نتمنى إنه توخى الحيطة والحذر تحديدا للناس اللي بتسوق على هاي الطرق. نتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا بالتعليقات حتى نجاوبكم عليها. سلامات.